ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. يا رب. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل مع بعض النهارده فراخ كنتاكي كل تكتها وكل حركاتها. نبدا بسم الله وصلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه هنشوف مع بعض كده تقطيع الفراخ. ده فخد كده هنجيبه من عند العضمايه دي، هنساعد بس كده بالسكينه ان احنا نفصلهم عن بعض من عند العضمايه من عند المفصل، وبعد كده بقى هنقطعه بالسكينه كده في كل المناطق، يعني ناخد كده كل الحتت اللي فيها فصوص دي كل من تحت ومن فوق ونعملها كده فتحات، وناخد بقيه الفخد كده وهكذا وهكذا نعمل كده فتحات في كل المناطق. ولو في زوايد جلد مضايقاكم ممكن تشيلوها اهو زي ما انتم شايفين، مش هنسيب حته من فوق ومن تحت ومن كل الجوانب، هنفتح كده بالسكينه خلاص كده، وكله بقى هنعمله بنفس الطريقه. تعالوا بقى نشوف التوابل معانا ايه النهارده. بجد بجد هتاكلوا احلى فراخ كنتاكي. يلا حالا بالا قوم اعملوها. بصوا بقى معانا فلفل والسبع بهارات وملح وجنزبيل، بهارات فراخ وكمان بابريكا. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. في طبق كده هنحط شويه ميه سقعانين، وهنحط كده ربع كوبايه خل، وبعد كده هنحط التوابل اللي احنا لسه قايلين عليها ونقلب كله في بعضه. وبمنتهى البساطه يا جماعه والله، يعني هي دي التتبيله بتاعت الفراخ الكنتاكي. ايوه هي بتتبل بميه، والطريقه دي مضمونه 100%، يعني مش بلبن ولا اي حاجه، هي كده بس. بنحط فيها بقى الفراخ ونسيبها لحد تاني يوم. بنحط كده كل الفراخ اللي احنا عملناها وقطعناها دي في الميه كده، وبعد كده بنجيب ورق استرتش ومغطيين بقى الطبق ده، ونسيبه بقى في التلاجة لحد تاني يوم، وبعد كده بنخرجه وبيكون بقى خلاص جاهز معانا. وكده خلاص خرجناه تاني يوم. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنجيب معلقتين كده نشا، ما نكترش في النشا علشان ما تكونش جامده قوي ومخشبه معانا، كفايه قوي معلقتين نشا على كوبايتين دقيق كده على حسب الكميه اللي احنا هنعمل بيها. تعالوا بقى نشوف التوابل اللي احنا هنحطهم عليهم. كزبره ناشفه وبابريكا وملح وفلفل، بهارات فراخ وكركم والسبع بهارات. تمام كده دول بقى هنحطهم على الدقيق والنشا اللي احنا لسه عاملينهم دلوقتي. هنحطهم بقى عليهم ونقلبهم كلهم في بعض كويس جدا، نخلط كله في بعضه. وبعد كده بقى بعد ما خلطناهم هنروح بقى نجيب الفراخ ونقول بسم الله ونبدأ. هنجيب بقى الفراخ كده اللي احنا قطعناها ونعملها كده في الخلطة دي، وندخلها كده في كل الفتحات، يعني ما نسيبش حتة ما فيش فيها الخلطة دي خالص خالص، كله كله. وبعد ما نعمل كده نقوم حطيناها في الميه كده مغطسينها، ونرجعها تاني في الدقيق نعملها طبقه تانية، كفايه طبقتين يعني ما نكترش عن كده عشان ما تبقاش جامده معانا. ونعمل كل كميه بنفس بقى الطريقه وندخلها برده في كل الفتحات، وبعد كده نروح نغطسها في الميه ونرجعها تاني في الدقيق نعملها برده طبقه كمان، وبس كده وهكذا 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 لحد ما نخلص كل الكميه. يعني المايه اللي احنا خرجنا منها الفراخ هي اللي احنا نستعملها، وهي ما احتاجناش ان احنا نجيب مايه سقعانه ولا حاجه، يعني مش هنجيب مايه بارده من الثلاجه، لا هي اصلا احنا لسه مخرجينها من الثلاجه وهي بارده، فاحنا هنستعملها بتوابلها بنكهتها بكل حاجه. ودي بقى التركايه، هنقوم جايبين كده منخل او مصفه كبيره، ونقوم نخلين كده الفراخ اللي احنا عملناها دي علشان تعمل التعرجات كده بتاعت الفراخ الكنتاكي اللي احنا بنحبها دي ونشوفها، وكمان علشان نشيل اي زوايد دي علشان ما تتحرقش معانا. وبعد كده في حلة كده على النار هنمليها كده زيت زي ما انتم شايفين، ونغطس فيها الفراخ اللي احنا لسه عاملينهم. تغلي كده، اول ما تغلي كده خلاص كده نقوم بقى ايه موطيين ونغطي ونسيبها، يعني احنا في الوقت ده كده بنغطي اهو، وبعد كده بقى هنغطي عليها ونسيبها لحد ما تبقى تاخد اللون الجميل بتاع الكنتاكي كده وتستوى. هي هنا لسه شويه وهنسيبها كمان شويه. عايزه اقول لكم حاجه، احنا لما بنيجي نعمل الفراخ مش بنعمل كله مره واحده، مش بنعمل كله بالدقيق مره واحده، لا احنا بنحطها في الحله، وبعد كده لما نخلص نروح نعمل الكميه الثانيه، علشان لو احنا عملنا كله مره واحده هتعجن والدقيق هيقع منها في الزيت وهتتحرق ومش هتبقى حلوه خالص، فاحنا نعمل واحده حبه بحبه. تمام، بعد ما نعمل كده اول كميه من كده الطلعه الاولى نشيل بقى اي زوايد دقيق وقعت في الحله كده علشان ما تتحرقش مننا، يبقى الزيت كده نضيف
والفراخ تطلع معانا ذهبي وشكلها حلو. دي بقى تاني دفعه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط بقى الباقي وبس كده. نعمل بقى كل الكميه وبالف هنا على قلوبكم يا رب. احنا كده خلصنا. ويا رب يا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك. دعمكم بجد بيفرق معايا جدا. لو اول مره بتشوفوني انا سلمى محمد ابراهيم ودي قناتي انا وماما مس اماني والشيف سلمى. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس تستنوني دايما. هستناكم بقى تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. اعملوها بكل تركيه قلت لكم عليها بكل التوابل وبكل التتبيله بكل حاجه انا قلتها علشان الوصفه تنجح معاكم. تطلع كده الفراخ مقرمشه من بره ومستويه وجميله جدا من جوه. توحشوني قوي قوي لحد الفيديو اللي جاي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في رعايه الله يا حبايب قلبي. مع السلامه.